لله الحمد والمنة، دائما هناك تخصصات وهناك من يتصدى لمعالجة هكذا أمور مع هذه الفئة، وتعتبر مشكلة الغضب عند الأطفال من أكثر المشكلات اللي يفكر فيها أولياء الأمور. ما هي أسباب الغضب عند الأطفال وشنو الطرق والحلول اللي تعالج فيها مشكلة هذا الغضب واحتواءه وتساؤلات أخرى راح يجاوب عليها ضيفنا من خلال فقرتنا الحوارية. نرحب فيه باسمكم مشاهدينا بالأستاذ مرشد العارضي، مدربين في حماية الطفل. يا هلا ويا مرحبا فيك والساعة المباركة. الله يبارك فيك، حياك الله أخوي عبد الله وحياك الله أستاذ آلاء. أنا سعيد جدا في انضمامي لكم في برنامج مساء الخير الكويت. حياك الله أستاذ مرشد. في البداية الطفل يغضب، لكن هل غضب الطفل مثل الكبار أم أنه فقط شعور عابر؟ نعم، بالنسبة للغضب، الغضب ما يفرق بين أطفال وبين كبار، يعني دائما نشبه الغضب في الفيضان. نعم. الفيضان إذا اجتاح المدينة يا أن نستخدمه ونستفيد منه أو أنه راح يدمر القرية. الغضب عند الأطفال وخاصة في السنوات الأخيرة بسبب الأجهزة الإلكترونية صار عندهم غضب كبير يعني وحاد، وعندهم تنمر زايد. يعني من خلال زيارتنا للروضات والمدارس نتفاجأ أن بأعداد كبيرة جدا عندهم غضب وهم صغيرونين يعني. نعم. ما بالكم يعني مع الأيام الجاية، خاصة أوقات الحظر وأوقات أزمة كورونا الله يعديها على خير. آمين يا رب العالمين. نعم، فمن الدورات اللي كنا نقدمها دورة تحكم في غضبك للأطفال من 3 سنوات إلى 13 سنة، وكان هذا السبب في دخولنا العالم التدريب. يعني استهدفنا فئة الأطفال عشان شلون يتحكمون في غضبهم ويوجهون التوجيه الصحيح. طيب أستاذ مرشد العارضي، يعني الله الحمد والمنة في هدي النبوة المصطفى عليه السلام عطانا إحنا يا البالغين خارطة الطريق عندما تغضب، ليس الشديد بالصرع إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، فما بالك عندما تتعامل مع هالفئة؟ ما هي السلوكيات اللي يمارسها الطفل مع هالغضب؟ شنو ممكن يسوي؟ نعم، في سلوكيات خاطئة. يعني كثير من الاستشارات اللي توصلنا أن في طفل وهو عايش، يعني مثل ما نعرف أن البيئة المحيطة في الطفل أو في الإنسان هي اللي تأثر عليه ويكتسب منها يعني طريقة أسلوبه. فكثير يعني استشارات تقول، من توصلنا تقول أن الطفل أصلا عايش في بيئة هادية وبين أبوين متفاهمين، فكيف يطلع عندنا طفل كثير غضب، يعني عنده غضب شديد ويتنرفز بسرعة على قولتنا شرارة، فشلون يعني هذا الأسلوب يكون عنده؟ طبعا البيئة تأثر، لكن ممكن أنه بسبب الأجهزة، ممكن من الغذاء يأثر عليه أسلوب الأخطاء الكثيرة اللي قاعدين يسوونها حاليا الأطفال، أنه يصرخ، أنه يبكي، ممكن يستمر بكاءه من الصبح إلى الليل وما عنده مانع، عادي، هذا شيء طبيعي بالنسبة له. فهذا شيء يأثر على الأطفال، وهذه السلوكيات جدا خاطئة، لازم أن نعلمه وندربه شنو السلوكيات والتصرف الصحيح في مواجهة هذا الغضب. طيب، من خلال احتكاكك في الناس والدورات التدريبية للأطفال والاستشارات، شنو هي الطرق الصحيحة والعلمية لإدارة غضب طفل هايج وزعلان ويصيح من الصبح لليل؟ نعم، يعني في من الدورات اللي نقدمها دورة فن إدارة الغضب وتحكم في غضبك، كان من المواقف اللي تصير يعني ولي أمر تواصل معنا قال طفلي دائما يرسم بعدين يروح يلصق الرسمة على الثلاجة، وترس عندنا الثلاجة كلها رسومات. فسألته قلت شو السالفة ليش كذي؟ قال الدورة اللي دخلتها مع أستاذ مرشد كانت تتكلم عن إدارة الغضب والتحكم في الغضب، فقال لنا لازم إذا حسينا بالغضب نروح نرسم غضبنا، نسوي على أرقوز، نسوي شكل يضحك، المهم أن ننفس عن غضبنا من خلال الرسم. من الطرق بعد اللي هدانا فيها النبي عليه الصلاة والسلام وأرشدنا لها أن الواحد إذا كان غضبان وهو واقف أنه يجلس، وإذا كان جالس وغضبان يروح ينسدح، لكن أنه ما ينام، يحرص أنه، ونعلم أطفالنا أنه إذا كانوا غضبانين وزعلانين أنهم ما ينامون على أساس أنه ما عليهم. نعم، يمكن كلامك على المتم استاذ مرشد، يعني حتى الاولين بفطره امهاتنا قبل
وجداتنا ما يخلون الطفل ينام مثلا وهو يبكي او ينام وهو زعلان، هذا تعزيز للكلام اللي تفضلت فيه. بالضبط، نعم، على اساس ما ياثر على دماغه او ياثر على جسمه، ممكن انه يعني يدخل في نوبه يعني اكتئاب او انه صرع او لا قدر الله اشياء كثيره تصير له. نعم. بسبب الغضب اللي عنده. طيب. النبي عليه الصلاه والسلام علمنا شلون ان نوجه غضبنا هذا، وان اذا كنا غضبانين احنا واقفين ان نجلس، واذا كنا جالسين ان ننسدح، لكن ان ما ننام. وبعد ان التصرفات السليمه اللي لازم نسويها، اذا شفنا طفلنا غضبان وقاعد يصرخ نقول بصوت مسموع، نقول اعوذ بالله من الشيطان. ما نروح نأمره، هذا كثير يعني يصير خطا بين المربين والابوين، انه يقول له قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قول اعوذ بالله، فيوتر الطفل، ممكن الطفل يتنرفز، ممكن يقط كلمات غير لائقه. فلا، احنا نسمعه الاستعاذه بصوت مسموع علشان هو يتذكر ويروح يطبق هذا الشيء. طيب، من الطرق اللي تكون سليمه وصحيحه ان الواحد يستخدم بعض اللي فيها نسبه اللافندر علشان تهدي اعصابه وتهدي من التوتر اللي عنده. طيب. نعم. حاولت اركز معاك استاذ مرشد، يعني خطوه اولى الهدي النبوي مثل ما تفضلت، اذا واقف اقعد، اذا قاعد انسدح بس لا تنام، واخرها احنا يا البالغين قوم وتوضا فطفي خلينا نقول نار هالغضب. لكن في كلام تفضلت فيه، كيف يميز ولي الامر؟ طبعا هالدورات موجهه لاولياء الامور، كيف يميز ولي الامر ما بين التوتر المؤدي الى الغضب او تصرفات لا اراديه تكون انفعاليه، وما بين الغضب نفسه؟ وفعلا شلون يدرك ولي الامر مثل هالامر هذا عند مشاهدته لردة فعل الطفل؟ نعم، هي الدورات اللي نقدمها للاطفال يعني موجهه للاطفال، لكن نعلم الاولياء الامور ان الطفل اذا كان مثلا معصب يبي ياخذ حقه يقول انا باخذ حقي، هذا شيء حقه، لكن ان نعلم الطفل ان اذا عندك حق تاخذه، لكن تتكلم بهدوء بدون ضعف، وتتكلم بحماس بدون انكسار، وتتكلم بصدق بدون كذب. هني راح ننشئ طفل عنده عزه نفس، عنده ثقه عاليه في نفسه باذن الله. نعم استاذ مرشد العارضي، احنا نتشكر منك على هذه النصائح. مشاهدينا، كان معنا مرشد العارضي مدربين في حمايه الطفل، على ونشكر على مشاركته ويانا في برنامج مساء الخير.